مشاهدينا الكرام اهلا بكم الى نشرة الاحوال الجوية المتوقعة خلال صبيحة وظهيرة اليوم عن حالة الطقس المتوقعة لصبيحة اليوم نشهد دائما طقس مستقر ومشمس باستثناء بعض السحب العابرة تبقى تهم المناطق الساحلية الوسطى والغربية وبعد المناطق الداخلية نفس الشيء بمرتفعات الهوغار وتاسيلي وايضا بالجنوب الغربي مع تشكل زوابع رملية دائما بوسط الصحراء تحت تأثير الرياح القوية والصفاء يعم باقي المناطق الجنوبيه بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة لظهيرة اليوم دائما موسمية وفي المعدل الفصلي حيث سنسجل في حدود 40 درجة على شلف وضواحيها 35 درجة بولاية أقصى الغرب بوهران تلمسان وأيضا على مستغانم نفس المقياس على الجزائر العاصمة 38 درجة نسجلها على تيزي وزو بجاية وأيضا على بويرة بأقصى الشرق بعنابة نسجل في حدود 31 درجة 33 درجة نسجلها على الجلفة والبيض نفس المقياس إذا على على سطيف وأيضا منطقة الأوراس ونفس المقياس نسجلوه على تبسة بالجنوب الكبير نسجل من 40 إلى 43 درجة بكل من غردايا ومنطقة الواحات 44 درجة بوسط الصحراء على أضرار تيميمون وأيضا بعين صالح نفس المقياس على إليزي وعين ميناس 35 درجة نسجلها على جانات 37 درجة بتامن راست 42 درجة نسجلها على بشار 46 درجة أيضاً بتندوف و42 درجة بأقصى الجنوب ببرج باجي مختار وأيضاً قزام بالنسبة لدرجات الحرارة الدنيا والمتوقعة خلال ليلة اليوم سنسجل في حدود 22 درجة بالجزائر العاصمة 26 درجة على شلف وضواحيها 24 درجة بولاية أقصى الغرب بوهران لمساً وأيضاً على مستغانم 20 درجة على الجلفة والبيض 23 درجة نسجلها إذا على تيزي وزو بجاية وأيضا على بويرة بأقصى الشرق بعنابة نسجل في حدود 19 درجة وبمنطقة الهضاب العليا الشرقية سنسجل من 17 إلى 19 درجة بكل من سطيف منطقة الأوراس وأيضا على تبسة بالجنوب الكبير سنسجل من 27 إلى 29 درجة بكل من غردايا ومنطقة الواحات 28 درجة بوسط الصحراء على أدرار تيميمون وأيضا بعين صالح 27 درجة على إليزي وعينا ميناس 24 درجة على جانيت 25 درجة على تامن راسد 30 درجة سنسجلها اذا على بشار 31 درجة بتندوف و 29 درجة بأقصى الجنوب ببرج باجي مختار وأيضا بعنقزام بالنسبة للملاحة والصيد البحري وعن أحوال البحر سوف يكون من هذا إلى قليل الإطراب قرب الشواطئ الغربية اتجاه الرياح سوف تكون شماليه غربيه من شواطئ وهران الى غايه شواطئ بني صاف وسرعتها ستصل الى 40 كيلومتر في الساعه وسوف يكون هادئ قرب الشواطئ الوسطى والشرقيه اتجاه الرياح سوف تكون شماليه شرقيه من شواطئ الجزائر العاصمه بجايه عنابه عن الى غايه شواطئ القاله وسرعتها خفيفه لن تتعدى العشرين كيلومتر في الساعه نختم نشر الجوية إذن بالمعلومات الفلكية الخاصة بالجزائر العاصمة وضواحيها بشروق وغروب الشمس الشروق على السادسة ودقيقتين أما الغروب فسوف يكون بحول الله على السابعة واثنان وأربعين دقيقة بهذا نأتي إلى ختام النشرة الجوية التي قدمناها لكم من قناة نوميديا شكرا لكم مشاهدينا الكرام على كرم الإصغاء والمتابعة نهاركم سعيد إلى اللقاء